حطاتها مع فريق لوس أنجلوس الإنجليزي. عبدالروف الشويخ اللاعب السابق لفريق الوحدة، الكرة مصلحة الأهلي، عبد الله الشريف عرضية وتعود من الحراتي. أيوب يعود إلى منتصف الملعب، كرة أمامية، لمسة واثنين، فرصة لمصلحة الأهلي. صالح الطاهر يبحث عن زاوية للتسديد ويطيح بالكرة بعيدا. مواسم من 49 ل 56 حتى فترة الاستقلال المحلة، والكرة تعود من جديد. محمد نشنوش هذا هو مدير الكرة، مدير الكرة التونسي حسام الحاج علي. كرة أمامية باتجاه طبال، يسدد كما جاءت وكرة داخل الشباك، هدف رائع لمصلحة الأهلي. يتمكن محمد الطبال من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 28. إذا تتغير النتيجة هدف لمصلحة فريق الأهلي عن طريق محمد الطبال. هنا لقطة الإعادة، الطبال كما جاءت بلا شيء، هنا لقطة الإعادة، عبد الله الشريف في التمرير، الطبال في التسديد والكرة داخل الشباك. دقيقة هذا الشوط، شوط المباراة الأول في لقاء الأسبوع 14 من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. محمد دفقي، نقلات أهلاوية، كرة مصلحة الأهلي وفرصة، هدف، هدف ثاني، هدف ثاني عن طريق صالح الطاهر. إذا صالح الطاهر يتمكن من إحراز الهدف الثاني، تمريرة جيدة على الجهة اليسرى من إضافة الهدف الثاني. هنا لقطة الإعادة، عبد الله العرفي بكل هدوء يلعب كرة في عمق الدفاع، وصالح الطاهر بكل هدوء يلعب كرة وراء الدفاع. فرصة لمصلحة فريق الأهلي، بعثة من الدفاع، التسديد والكرة تصطدم بالعارضة. محاولة لمصلحة فريق الأهلي عن طريق الأردني محمد شرارة. وليد المرغني، فرصة لمصلحة فريق المحلة، فرصة، يتدخل نشنوش، فرصة لمصلحة فريق المحلة. كاد الهادي عمار أن يخطف هدف تبديل الفارق من أمام وسام أبو سنانة. كرة لمصلحة فريق المحلة، فرصة، محاولة لمصلحة فريق المحلة. محمد منير عرضية، فرصة، كرة عرضية لازالت تشكل خطورة، رفع كرة داخل منطقة الجزاء. العروفي يلعب الكرة باتجاه أنيس سلتو، أنيس، أنيس، وهدف، هدف لمصلحة فريق الأهلي. أحمد الميري يكمل الكرة داخل الشباك. عبد الله العروفي بتمريرة رائعة، السلتو في مراوغة لنصر بلدلة، يلعب كرة عرضية، هو الميري يحاول الإبعاد. كرة أمامية لهادي عمارة، مهاجم فريق المحلة الهادي لازال يحتفظ بالكرة، يحاول المراوغة والمتابعة من التونسي. كرة أمامية، الباحث عن أنيس سلتو ومعتز المهدي، أنيس، أنيس، وكرة سهلة بين يدي الحارس.